ولنقاش هذا الملف يحضر معنا في استوديو رافدين الكاتب والباحث السياسي شاهو القرداغي، اهلا بكم. حياكم الله. كما يسعدنا ان نرحب بضيفنا عبر سكايب الدبلوماسي والاكاديمي العراقي فاروق الراوي معنا من اثينا. مرحبا بك سيد فاروق. اهلا وسهلا بكم وبضيفك الكريم وبمشاهدي قناه الرافدين. نبدأ مع ضيفنا في الاستوديو أستاذ شاهو الحديث عن هذه الوثيقة. كيف يفسر بعد شهرين من التظاهرات المتواصلة والمطالب الواضحة حيال كل وجوه العملية السياسية الذين اجتمعوا وأنتجوا هذه الوثيقة؟ تحياتي لكم وللضيف الكريم والمشاهدين الكرام. حقيقة هي إحدى طرق محاولة الالتفات على مطالب المتظاهرين ومحاولة تخديرهم من جديد. إذا عدنا إلى الوراء في عام 2016 حصل نفس الأمر، الاتفاق على وثيقة شرف سياسية لتغييرات سياسية واقتصادية واجتماعية لم ينفذ منها بند واحد خلال السنوات الماضية، وبالتالي المواطن العراقي لديه خبرة وتجربة مع هذه الوثائق والاتفاقيات السياسية التي تحاول إنقاذ المنظومة، منظومة الفساد بالكامل، ولا تحاول تقديم نموذج آخر أو بديل أو حل آخر لهذه المنظومة الموجودة. تم التحذير من حرب أهلية، تخويف الجماهير بأن الاستمرار قد يؤدي إلى حرب أهلية وتخويفهم، ولم يتم تقديم أي حلول يعني موضوعية وحلول جدية، ولكن تم طرح موضوع بقاء عبد المهدي، سيبقى عبد المهدي، على الرغم من أن المطلب الرئيسي أصبح ليس فقط رحيل عبد المهدي بل محاكمته بتهمة التورط في قتل المتظاهرين. لم يتم التطرق لهذه الأمور. الحكومة والبرلمان سيبقيان، المنظومة السياسية ستبقى، وبالتالي لم يقدم أي حل أو أي تحقيق لمطالب المتظاهرين، وهذا يدل على أنه محاولة أخرى من المحاولات التي في الأسبوع الأخير أصبح هناك مفاوضات ومناقشات داخل الأحزاب السياسية لكيفية الخروج من هذه الأزمة بدون أي أضرار وبدون أن يتضرر مصالحهم الشخصية وأيضا النفوذ الإيراني. نعم. وبالتالي يطرحون مبادرات، هذه الوثيقة هي جزء من هذه المبادرات التخديرية التي تريد إطالة عمر منظومة الفساد الموجودة وتخدير الشعب وإعادته إلى بيت الطاعة من جديد. نعم. دعنا نتوقف هنا في هذه النقطة تحديدا مع دكتور فاروق من أثينا. على الرغم من إصرار ثورة تشرين على إزالة العملية السياسية برمتها، تخرج هذه الوثيقة للمجتمعين في بيت عمار الحكيم لترسيخ نفوذ القوى السياسية مرة جديدة. هل تتوقع أن يقبل المتظاهرون بهذا المشروع؟ بالتأكيد لن يقبل، لا من المتظاهرين ولا من أبناء الشعب العراقي، لأن من اجتمع في دار عمار الحكيم هم مجموعة الفساد، هم الذين شاركوا في العملية السياسية منذ بداية الاحتلال وحتى يومنا هذا، إذن هم المسؤولين عن منظومة الفساد بكاملها. إذا كان عادل عبد المهدي اليوم، فبالسابق كان المالكي وكان العبادي وكان الجعفري، وبنفس كتلة عمار الحكيم وكتلة أسامة النجيفي وكتلة صالح المطلق، جميع من شارك في إعداد هذه الوثيقة هو ضالع في الفساد، والجماهير الثائرة لا تقبل بأي حل من الحلول التي تقدمها هذه المنظومة. نعم. دكتور فاروق ستبقى معنا، نعود لضيفنا في الاستوديو. نتحدث عن هذه البنود التي وردت في الوثيقة والحديث عن فترة 45 يوما لتنفيذ هذه الوعود بالإصلاح السياسي والاقتصادي. هل تكفي هذه الفترة للتغطية على الفساد الذي شهدته كل السنوات الماضية أكثر من عقد من الزمن؟ بلا شك أحد المقترح الأول الذي تم تقديمه هو مكافحة ومحاسبة الفاسدين والمتورطين بالفساد دون النظر إلى مكانتهم أو نفوذهم أو سلطتهم. هذا البند أصلا لا يمكن تطبيقه. نحن في بلد يتم الحديث عن نهب أكثر من 900 مليار دولار بعد 2003 إلى الآن، والدولة مديونة بأكثر من 120 مليار دولار. هذا المنظومة من الفساد الجميع متورط فيه،
يعني حتى المسؤولين جميعهم من المسؤولين الصغار إلى الكبار متورطون في هذا الفساد، وكل فترة يتم تقديم مجموعة من صغار الفاسدين إلى العدالة لتخدير الشعب من جديد وحماية حيتان الفساد. لو جزمنا أن هناك نية جدية لتطبيق هذا البند، فقط بند مكافحة الفساد، هذا يعني حبس وسجن كل موجودين في العملية السياسية، لأن جميعهم متورطون، وباعتراف أحدهم مشعان الجبوري الذي اعترف أن الجميع فاسدون، الجميع يسرقون، إذن هم يعترفون بهذا الشيء. ولكن هذا البند مكافحة الفساد فقط يقتصر على صغار الفاسدين، وفقط يطبق للصراعات الموجودة بين الأحزاب السياسية لتصفية الحسابات بينها، ولكنه لا يتجاوز إلى حيتان الفساد، وبالتالي لا يمكن تطبيقه خلال هذه المدة، أصلاً خلال عام كامل لا يمكن تطبيقه. وفي حال إذا أردنا أن نطبقه بشكل جدي وبشكل يحقق مطالب المتظاهرين، يجب أن يقدم أحزاب جديدة، وجوه جديدة، وجوه سياسية لم تتورط في الفساد، هي التي تستطيع أن تحاسب الجميع. ولكن هذه الأطراف التي هي متورطة أصلاً في العقود، في الوزارات، في الفساد الموجود، لا تستطيع أن تحاسب بشكل جدي وحقيقي ويحقق مطالب المتظاهرين. وبالتالي تحقيق هذه البنود حتى لو حصلت سيكون مثل الفترات الماضية، مثل المبادرات الماضية، يقتصر على بعض الفاسدين، وهي تصفية حسابات، ومن ثم بعد فترة سيطلق سراحه أو سيهرب إلى الخارج، ويستمر منظومة الفساد بتأسيس وخلق العديد من حيتان الفساد وحمايتهم. ولا يمكن التعويل على الوعود التي تقدمها أحزاب هي المتورطة ومتوغلة في الفساد أصلاً، وهي ذاتها التي يطالب الشعب بترحيلها. نعم، دعني أتوقف هنا أيضاً مع دكتور فاروق مرة أخرى. هذه القوى دكتور التي أوصلت العراق إلى هذا المنحدر الخطير، إلى أي مدى يمكن أن تقدم الحل؟ وهم في الحقيقة كما يعتقد مراقبون أن وهم أصل المشكلة على مدار العقدين الماضيين تقريباً. الذي ينظر إلى ساحات بغداد وإلى ساحات المدن، سواء كانت في ذي قار أو كربلاء أو النجف أو البصرة أو واسط، يشعر أن الثورة والشعب تجاوز هذه المجاميع بكاملها، فليس بمقدور هذه الكتل أن تلتف على الجماهير الثائرة وأن تحاول أن ترقع العملية السياسية أو ترقيع العملية السياسية بوعود وأكاذيب، مثل ما ذكر ضيفك الكريم أنه ليس جديد. هذه الوعود في كل ما تخرج مظاهرات وانتفاضات كانت تحصل هذه الوعود، ولكن الآن الثورة تجاوزت، الثورة الحقيقة تجاوزت جميع الكتل السياسية، وأصبحت جميع هذه الكتل السياسية هي خارج ما يطمح لها الجمهور. يعني لن يقبل أي من المتظاهرين أو أي من الثوار، أي من شاركوا بالعملية السياسية من 2003 ولحد الآن. هذه طروحات تطرحها الجماهير، تطرحها في كل المحافظات، لذلك وجدت هذه الوثيقة رفض كامل وولدت وهي ميتة. مثل ما ذكر تقريركم، حرقت في الدقائق الأولى، حتى لم يطلع عليها أو يحاول أن يقرأها أي من الثوار، لأنه هو يعرف جيدا أن القائمين عليها هم الفاسدين أنفسهم. نعم دكتور فاروق، نتحول إلى ضيفنا في الاستوديو. تحدثت هذه الوثيقة أيضا عن فشل، في حال فشل هذه الإصلاحات السياسية والاقتصادية سيتم اللجوء إلى انتخابات مبكرة. إلى أي مدى العملية السياسية برمتها الآن مستعدة لخوض انتخابات مبكرة جديدة بنفس تركيبتها وتشكيلتها الحالية؟ هناك حديث عن تغيير قانون الانتخابات وأيضا خوض انتخابات جديدة خلال عام واحد، ولكن السؤال هل من الممكن تحجيم والتخلص من الميليشيات التي ساهمت في
التأثير على المواطنين في الانتخابات السابقة وترويعهم وترهيبهم وفرض توجهات معينة على المواطنين في الانتخابات وقتل المتظاهرين أيضا تماما، هل يمكن التعويل على انتخابات نزيهة في ظل تواجد هذه الميليشيات في الساحة؟ يعني لا يمكن التعويل على هذا الأمر ولا يمكن تحقيقه خلال عام بدون القضاء على الأسباب التي أدت إلى تشويه سمعة الانتخابات. يعني الانتخابات فشلت والشرعية لم يعني الأحزاب السياسية لم تنجح في كسب الشرعية ولم تنجح في دفع المواطن العراقي أغلبية المواطنين العراقيين للمشاركة في الانتخابات لعدة أسباب، منها عدم الوثوق بالمفوضية الانتخابات، ومنها عدم الوثوق بقانون الانتخابات، وأيضا منها وجود ميليشيات على الأرض وعلى الشارع تقوم بفرض أجندة معينة على المواطنين. هذه الميليشيات إلى الآن موجودة ومستقرة ونشاطها مستمر. يعني نحن رأينا اليوم تم إطلاق سراح مختطفة الناشطة ماري محمد، إلى الآن لا أحد يعلم من قام باختطافها وكيف تم تهديدها بحيث صمتت وانتهت. يعني كل ما يحدث اختطاف تخرج أو قد لا تخرج وينتهي الأمور وكأن شيئا لم يحصل، مع العلم الطرف الحكومي الحكومة العراقية تعلم من وراء هذه حالات الاختطاف، لأنه ليس من الممكن الحكومة لا تعلم. وبالتالي بقاء منظومة اللا دولة الميليشيات هي التي منظومة اللا دولة وهي مرتبطة بدول خارجية مرتبطة بإيران وتنفذ أجندة أيديولوجية، بقاء هذه المنظومة في ظلها لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وحيادية وخلق واقع جديد. وبالتالي هذه الفترة هذه المهلة حتى لو تم سنة أو سنتين أنا متأكد أنه لا يمكن تحقيق هذه الإصلاحات خلال هذه الفترة، لأنه إذا نتذكر حتى العبادي عندما جاء متحمسا لإجراء إصلاحات بعد 4 سنوات قال أريد 4 سنوات أخرى حتى أنهي من الإصلاحات، وبالتالي لم يفعل شيء في هذا الموضوع. وبالتالي أيضا عبد المهدي أيضا سيفشل في هذا الأمر، ولكن لا يمكن التعويل على انتخابات مبكرة، لأن الانتخابات المبكرة في ظل وجود نفس الأحزاب وفي ظل وجود ميليشيات على الشارع يعني تدوير إعادة تدوير الوجوه أو تقديم وجوه جديدة من قبل نفس الأحزاب، وبالتالي منظومة الفساد سيبقى مثل ما هو ولا يتم تحقيق أي مطلب جماهيري، وبالتالي حالة الغضب الشعبي سيستمر حتى لو هدأ بعض الوقت سيستمر وسيعود مجددا. دكتور فاروق، يعني على ذكر الفساد ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، ذكرت هذه الوثيقة وكنا قد تحدثنا من قبل عن هذا الموضوع أنها ستحاسب الفاسدين وتلاحقهم، وهنا نستحضر أيضا الموقف الأمريكي من ذلك، بدأ الأمريكان يتحدثون عن ضرورة مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، هل تعتقد أن الأمريكان الذين هيئوا بيئة جيدة للفساد يمكن بالفعل أن يساهموا في محاربته؟ سبحان الله، يعني أمريكا هي اللي رعت الفاسدين وهي اللي هيئت لهم الأجواء وهي اللي زرعتهم في الدولة العراقية وفي الحكومة العراقية وهيئت لهم القوانين والدستور والانتخابات لكي يستلموا السلطة. الآن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تكافح الفساد؟ لا، بالتأكيد لا. الفاسدين هم كانوا تحت رعاية، يعني من 2003 إلى 2010 الحكومات المتعاقبة حكومة أياد علاوي ظهرت عليها عمليات فساد كبيرة، حكومة الجعفري، حكومة المالكي، بعد 2000 بعد الانسحاب الأمريكي بقت الولايات المتحدة الأمريكية بصورة مباشرة أو غير مباشرة نفوذها واسع وكبير في العراق، وكانت ترى وتسمع وتشاهد ومن خلال المصارف الخاضعة للسيطرة الأمريكية تجري كل عمليات التهريب وكل عمليات الفساد اللي تجري. أما الآن الكتل السياسية تحاول أن تحارب الفساد، ما هم المفسدين الآن؟ قبل يومين أو 3 أيام ظهرت بعض الوثائق اللي تشير إلى عمليات الاستحواذ على الأراضي. عمار الحكيم اللي هو جرى الاجتماع في بيته، عمار الحكيم سيطر على نصف منطقة الكرادة، غير الجميع من موجود في الاجتماع يطالهم القانون من أين لك هذا؟ إذا أرادت تصير محاسبة حقيقية الجميع سيخضع
إلى تهمة الفساد وإلى منظومة الفساد. ولذلك أنا أعتقد أنه بدون عملية تغيير جذرية لكل من شارك في العملية السياسية من 2003، وهذا هو المطلب الجماهيري، لن تتم عملية إصلاح في العراق. نعم. نعود لأستاذ شاهو، عندما تقول الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأوروبية إنها قلقة بشأن قتل المتظاهرين وتصمت على سلسلة من قضايا الفساد أو تسربها في صحيفة أو صحيفتين، وبالمقابل تخرج اليوم العملية السياسية بهذه الوثيقة، إلى أي مدى يمكننا القول أن المجتمع الدولي ممثلا بالولايات المتحدة الأمريكية وباقي الدول تدعم وتريد بقاء حكومة عبد المهدي شرط التوقف عن استخدام القمع؟ بلا شك لا يوجد أي نية جدية يعني لمساندة المتظاهرين لتحقيق مطالبهم. نحن رأينا أن الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت في توفير الأنترنت للمتظاهرين في إيران بعد قطع الأنترنت عنهم، ولكن لم نرى مثل هذه الخطوة في العراق، ورغم أن العراق كان بحاجة أكبر لأن القمع كان أكثر، وبالتالي لا يمكن التعويل على الدول الخارجية انتصار الانتفاضة الموجودة الآن على الشارع العراقي، لأن هذه الدول تفكر في مصالحها ولا تفكر في تحقيق مصالح المواطنين الموجودين في العراق ومن يريدون مطالب خدمية وأيضا تغيير النظام السياسي. ولكن هذه تسريب الوثائق في هذا الوقت وأيضا القيام بهذا الاجتماع وأحدث خوفا عند المتواجدين في العملية السياسية الأحزاب السياسية، لأن هذه الملفات هي معروفة أصلا، يعني الجميع يعلم تبعية الأحزاب الموجودة لإيران، ولكن هم يخافون من اكتشاف أو الكشف عن مزيد من الوثائق التي تثبت أشياء أخطر. يعني إلى الآن لم تخرج أشياء خطيرة كثيرة، ولكن قد تخرج أشياء أكثر في المستقبل. لكن هناك أيضا تلويح بالعقوبات أستاذ شاهو. بلا شك أنا أتوقع أن وأعتقد أنه يجب أن يكون أولا العقوبة الشعبية على هؤلاء وليس عقوبة خارجية عليهم، لأن تسريب هذه المعلومات أكدت أن هؤلاء ليسوا فقط، يعني هم كانوا يتهمون المتظاهرين بأنهم أبناء السفارات، ولكن الآن أثبت الوثائق أنهم هم أبناء السفارات وهم عملاء الخارج، وهم من يعني يقولون للخارج أن أوامركم ستنفذ وكل المعلومات ستكون عندكم، ولكن يردون على مواطنيهم بالرصاص الحي والعنف والقتل، وبالتالي هؤلاء لم يعد لديهم الكفاءة للبقاء في السلطة. والشعب أيضا سيكون هذه دفعة جديدة للشعب لأن يخرج بشكل حماسي أكبر، لأنهم لم يعودوا متورطين في الفساد وفي قتل المتظاهرين فقط، بل متورطين في التخابر والعمالة لدولة أخرى، لدولة ولأجل يعني ليس بناء على علاقات صداقة مع هذه الدولة، بل لأجل فقط بقائهم على السلطة قاموا بتقديم كل المعلومات لإيران وتحويل العراق إلى وكر للتجسس. وهذا أستاذ شاهو وسؤال موجه للدكتور فاروق، يزيد من الفجوة بين الشعب العراقي وبين أطراف العملية السياسية، وهذا ما نلاحظه يوما بعد آخر دكتور فاروق. والسؤال هنا عن تحذير اللجنة المنظمة للثورة من محاولات أطراف سياسية ركوب موجة التظاهرات، هذا التحذير سمعناه عدة مرات، من المعني بذلك ولماذا تتخوف اللجنة المنظمة من هذا الأمر؟ بالتأكيد تحاول أغلب القوى تحاول أن بعد أن شعرت أن الجماهير التفت حول التظاهرات وتحولت، يعني عندما كانت انتفاضة يوم 1 تشرين تحولت إلى ثورة يوم 25 تشرين، والأسبوع اللي يعني من يوم 25 إلى يوم 2 تشرين الثاني كان فعلا ثورة حقيقية، لأن شاركت معظم المدن خاصة المحافظات الجنوبية في هذه الثورة. ولذلك تحاول بعض القوى السياسية والتي كانت تحاول أن تطرح نفسها، على سبيل المثال التيار الصدري دائما ما كان يحاول أن يركب الموجة ويقود الانتفاضة ويقود المظاهرات، إلا أنه في هذه المرحلة أعتقد أنه لن يستطيع، لا التيار الصدري ولا الحزب الشيوعي ولا أي تيار آخر أن يركب الموجة، لأن الجماهير والثوار حسموا أمرهم
بالحكم على كل من شارك في العملية السياسية ولا زال ضمن العملية السياسية، هو عدو للشعب ويجب تغييره. ولذلك أنا أعتقد أنه لن يستطيع أي شخص ولا أن تستطيع أي قوة أو كتلة سياسية أن تركب موجة الثورة. شكرا جزيلا لك دكتور فاروق فتيان الراوي، الدبلوماسي والأكاديمي العراقي، كنت معنا من أثينا. وشكر منصور كذلك لضيفنا في الاستوديو الكاتب السياسي شاهو القرداغي، كنت حاضرا معنا في استوديو الركبين. شكرا لك.